أعزائي طلاب وطالبات جامعة الجامعة الزكية والحضور الكرام أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في ندوة اليوم بعنوان الحوسبة السحابية. تدور ندوة اليوم حول أسباب ظهور الحوسبة السحابية، ما هي الحوسبة السحابية؟ كيف تعمل الحوسبة السحابية؟ نماذج استخدام الحوسبة السحابية، مميزات وعيوب وتحديات الحوسبة السحابية وأخيراً وليس آخراً نتشرف اليوم بانضمام الأستاذ الدكتور حماد الوكيل الحاصل على ماجستير ودكتوراه في علوم الحاسب من جامعة القاهرة ومحاضر بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأيضا محاضر بكلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات وخبرة في برمجة الوكيل فليتفضل دكتور حماد الوكيل ببدء ندوة اليوم السلام عليكم ورحمه الله اهلا بحضراتكم انا سعيد جدا في الـ في الايفنت ده صراحه يعني الواحد مندهش كده وعنده احساس غريب يعني كاول مره الواحد يدي ايفنت اونلاين يعني في محاضرات اونلاين اه بس كايفنت مرة واحدة كده يعني الدنيا إيه <applause> أسأل الله التوفيق شكرا أستاذ خالد على التقريمة الجيدة اللي حضرتك عملتها أتمنى زي ما قلت أتمنى لنا التوفيق جميعا بإذن الله يعني أسأل ربنا التوفيق حتى الاستفادة ولو ولو حاجه يعني بسيطه جدا من الايفنت ده باذن الله تمام آه ان شاء الله الايفنت بتاعنا او الندوه بتاعتنا باذن الله هتدور زي ما اشار استاذ خالد عن الكلاود كومبيوتينج او الحوسبه السحابيه مع حضراتكم دكتور زي ما تقدم أستاذ خالد بردك دكتور حمادة إبراهيم عبد الوكيل تمام آه الحمد لله معايا بكالوريوس في علوم الحاسب من آه جامعة المنيا في محافظة المنيا في جمهورية مصر العربية آه معايا ماجستير ودكتوراه من نفس القسم علوم الحاسب بس كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة آه كان الماجستير في السيمانتك آه ويب أو الويب الدلالي يعني والسوشيال Networking أما الدكتوراه كانت في الانترنت اوف سينجز أو انترنت الأشياء آه إن شاء الله الأجندة بتاعتنا هنمشي إزاي في السيشن الجميل ده بإذن الله زي ما تقدمنا هندي هيستوري عن ال ال اللي كان زمان قبل ظهور الكلاود كومبيوتينج هنفهم يعني ايه كلاود كومبيوتينج حكايته ايه دوا ومعناه ايه الاركتكتشر بتاعه او ال ال الهيكله الهندسيه بتاعته بيتكون من ايه بعد كده باذن الله هنتكلم عن الديبلويمنت مودلز بتاعته تمام نماذج يعني النشر آه للكلاود آه كومبيوتينج في الكلاود كومبيوتينج بيستخدموا كلاسيفيكيشن معينه تمام آه هنعرف ايه هي الكلاسيفيكيشن دي او التقسيمات اللي بتعتمد على الكلاود كومبيوتينج مميزات وعيوب الكلاود كومبيوتينج وباذن الله هندي نوتس كده بسيط خالص عن الكلاود بروفايدرز الصوت يعني واضح عند حضراتكم، صح كده؟ تمام. طيب. إن شاء الله يعني خلينا يعني نتفق اتفاق اللي عنده أسئلة ممكن إيه؟ نأجلها لآخر السيشن بإذن الله، تمام؟ طيب. عندك نوت كده اكتبها وبإذن الله في آخر السيشن نبقى نجاوب على الأسئلة إن أمكن بإذن الله. تمام طيب قبل ما نتكلم عن الكلاود كومبيوتينج والمصطلحات بتاعته والدنيا بتاعته خلينا في الاول نعرف ايه الحكايه من البدايه في كتير من الشركات حسوا ان المبيعات بتاعتهم بدات تجل تمام طيب. وده بسبب إن أسعار الخدمات اللي هم كانوا بيقدموها أسعارها كانت غالية تمام؟ بيقدموا للناس خدمات بأسعار غالية يعني مثلاً حضرتك لو عايز اه تجيب مثلاً على سبيل المثال اه ERP System ار اه ERP System اللي هو ال ERP ده هو اختصار لكلمة Enterprise Resource Planning وده نوع من انواع الـ الـ البرامج مثلا اللي بنستخدمها في تنظيم الاكتيفيتيز او البيزنس اكتيفيتيز تمام بمختلف انواعها في المنظمه هتلاقي نفسك بتصرف فلوس مهوله جدا عشان تشتري برنامج زي ده او حتى لو انت مبرمج وعايز مثلا ترفع شغلك على سيرفر عشان تشتري السيرفر ده وتعمل له دعم فني وتجيب ناس اي تي تتابع السيرفر ده هيكلفك تكلفه كبيره جدا تمام بالاضافه الى الانترنت الجميل اللي عندنا واللي بيعوق يعني مسيره اي تطبيق ومسيره اي بيزنس تمام ازيدك بقى من الشعر بيت في الستينيات كان في حاجه اسمها الكمبيوتر المركزي لو حد من حضراتكم عارف ال ال الكلمه دي او السنترلايزد Computer تمام وده من اسمه يعني بيحتوي هو يعني كمبيوتر بيحتوي على بروسيسنج باور عالي تمام و ولو قدره استيعابيه كبيره عنده هارد ديسك كبير عنده رام كبيره تمام Uh, فانت لو عايز او عندك مثلا عمليه حسابيه او عايز تعمل مثلا داتا اناليسز uh, مثلا عايز تعرف سعر سهم الشركه بتاعتك هيزيد ولا مش هيزيد فبتروح للمركز ده اقصد الشركه الكبيره والمتخصصه اللي عندهم كمبيوتر مركزي وتقول لهم انا عايز اعمل العمليات الحسابيه دي عندكم آه ومفهوم الكمبيوتر المركزي ده آه تقريبا الى حد ما موجود نسبيا آه في الايام اللي احنا اللي احنا فيها يعني ده تمام فكانت المشكله آه الرئيسيه بتاعتنا هي ان اسعار الخدمات اللي الشركات بتقدمها بتجد الاسعار بتاعتهم بتزيد تمام بسبب ان هم محتاجين حاجات كتير تساعدهم في انتاج السيستم بتاعهم. اللي حصل في السنين اللي فاتت دي كلها ببساطه احتياجاتنا زادت ومتطلبات الانتاج البرمجي زادت. يعني انت لو عايز تعمل سكيل اب يعني تزود الشغل, الشغل بتاعك وتزود الشركه بتاعتك تمام بيبقى مطلوب منك انك توفر لها حاجات كتير فانت محتاج داتا مثلا محتاج بيانات عملاقة جدا محتاج تحملها ومحتاج تعمل لها معالجة تمام بكمبيوتر قوي عشان تقدر تعمل هاندلينج لكل اليوزرز اللي عندك فانت مثلا محتاج خليني استخدم الاشارة وانا يعني وانا بتكلم عشان فانت عشان تعمل اناليسز او تعمل تحميل للداتا دي ومعالجتها والكلام ده كله ده فانت محتاج سيرفرات محتاج ايه محتاج سيرفرز تمام آه محتاج كمان حمايه على السيرفرات دي محتاج حمايه عليها تمام عشان آه تضمن ان البيانات بتاعتك دي محدش هيعمل لها اكسس خلاص آه، كمان انت كصاحب منظمه محتاج تراعي عمليه الباك ابس عمليه ايه الباك اب او النسخ الاحتياطي لازم عشان ما تخسرش بقى الداتا بتاعتك المهمه كل ده هيتم بمعرفه فريق متخصص في الصيانه في الصيانه وايه والاي تي بروفيشنالز اللي هيعملوا معاك الموضوع ده فانت عشان تحسن الشغل بتاعك عشان تزود الشغل بتاعك مطلوب منك انك توفر كل الحاجات دي انا انا بيانات الشغل بتاعتي انا مثلا عامل موقع عامل موقع اي e تجاره الكترونيه وبدا البيزنس بتاعي يزيد بدات الداتا بتاعتي تزيد فانا محتاج أزود السيرفرات بتاعتي أشتري سيرفرات جديدة وأحطها عندي تمام السيرفرات دي محتاجة صيانة دورية البيانات محتاجة عملية باك تمام دورية على طول وصيانة ده كله ده أنت هتتكلف في الآخر خالص كمية مبالغ ضخمة جدا تمام يعني آه تاني هضرب مثال تاني عشان نوضح المشكله بالظبط فين يعني مثلا لو انا عايز افتح مطعم وعايز اعمل ابليكيشن ايه الحاجات اللي انا المفروض تكون عندي تمام فانا مثلا على سبيل المثال انا عندي داتا عندي داتا لعشره الاف مطعم تانيين مفتوحين في نفس المدينه او نفس الدوله اللي انا موجود فيها فانا عايز ادرس كل البيانات دي كل الداتا بتاعه المطعم ده عشان اعرف ايه المنتجات اللي هم بيقدموها كل 10000 مطعم كل مطعم مثلا بيقدم 1000 صنف اسعارهم ايه والدنيا بتاعتهم ايه يبقى كده انا مثلا محتاج جهاز كمبيوتر عنده بروسيسنج باور عالي فممكن يكلفني مثلا نص مليون جنيه تمام محتاج كمان سيرفر سيرفر عشان اشيل فيه ويشغل ويقدر يشغل الابلكيشن بتاعي عشان الناس تقدر تعمل عليه اوردرز ويستقبل الطلبات بتاعه الناس عنده قدره حاسوبيه كبيره جدا تمام وعشان يشغل مثلا المابس الجوجل مابس جوه الابلكيشن بتاعي ليه؟ عشان اقدر اعمل مثلا تراكينج للاوردر بتاعي بشكل كويس. فانا كده مثلا عايز للسيرفر ده عايز له مثلا 2 3 مليون كمان تمام السؤال هنا بجد لو مشروعك ده فشل هتعمل ايه بكل الحاجات اللي انت عمال تشتريها دي بكل الدنيا دي هتعمل بيها ايه اه اه هي مش هتنفعك في حاجه مشروع خسر خلاص لو هتبيع لو هتبيع يعني ال الحاجات اللي انت اشتريتها دي تمام هتبيعها هتبيعها بسعر اجل تمام؟ ده كده المشكله بتاعتنا اللي احنا كنا بنواجهها او آه ليه بداوا يفكروا في حلول تانية تمام؟ من هنا بدا بدا نبدا ندخل في موضوعنا بكل بساطه انا عندي سيرفر وعندي اجهزه وعندي يا عم مساحات تخزين هاجر لك الخدمه دي وركز معايا جاوب في كلمه خدمه واجر لك اه فانت دلوقتي انت مش محتاج ان انت تشتري الحاجات دي كلها تشتري سيرفرات وتعين ناس اي تي ويقعدوا صيانه للسيرفرات بتاعتك ويعملوا لك الابلكيشن والكلام ده كله ده أنت مش محتاج الكلام ده دلوقتي مع ظهور الكلاود كومبيوتنج تمام يبقى فأنت مش هتعول هم السيرفر ولا التخزين عليه البيانات ولا الصيانة ولا الكهرباء اللي بتتسحب في السيرفرات دي ولا أي حاجة من اللي كانت شاغلة بالك قبل كده تمام و يعني من هنا كده نبدا نقول ايه هو ده الكلاود ده؟ يعني يعني ايه بقى كلمه كلاود؟ اما انا حسيت بالمشكله دلوقتي ان انا كصاحب منظمه انت كنت كان عليك لود كبير جدا في عمليه المانجمنت، انت مش مركز في البزنس بتاعك، انت مركز في البزنس ومركز في الانفراستراكشر بتاعتك او البنيه التحتيه بتاعتك اللي انت محتاجها عشان تزود البيزنس بتاعك ده لود وهدك عليك انت كصاحب منظمه كصاحب شركه تمام بكده ممكن نبدا او يتضح لنا تعريف او ايه هو الكلاود ايه السحابه دي ممكن نديها او نفكر فيها كانها ايه كانها متجر الكتروني زي البلاي ستور كده تمام طيب زي الاي كوميرس ويب سايتس اما بنخش نشتري منتجات فانت فكر في الكلاود على انه متجر الكتروني بس هنا انا مش ببيع او آه يعني مش ببيع لك المنتج انا باجر لك المنتج وناخد بالنا من الكلام انا باجر لك المنتجات او الخدمات الالكترونيه. ايه هي بقى الخدمات الالكترونيه دي؟ ال هي ممكن نقول عليها ايه؟ كل اللي انت محتاجه في المشروع بتاعك او في منظمتك زي مثلا الاستورج، انا عايز مساحات تخزين، انا عايز ارسال واستقبال بيانات على سبيل المثال. تمام؟ واهم حاجه في الخدمات اللي بتتقدم دي أو الخدمات اللي أنت ممكن تأجرها هي البروسيسنج باور أو الكمبيوتنج باور، خلاص؟ القدرة الحاسوبية اللي أنت ممكن تأجرها، تمام؟ أم م م واضح الكلام؟ ولا؟ تمام؟ طيب. يبقى انا بقدم لك خدمات بس بقدمها لك بشكل ايه فيرتشوال بشكل وهمي يعني ايه بشكل وهمي يعني حضرتك مش شايف قدامك الهارد ديسك اللي انت بتخزن فيه تمام مش مش شايف قدامك الرام اللي انت يعني شيء مش ملموس قدامك ما بتقدرش تلمسه تمام بس انت بتستخدمه بتستفيد منه بتستفيد منه انا بدفع لك ثمن السوفت وير اللي انت هتقدمه لي يا كلاود كومبيوتنج يا حوسبه سحابيه انا هدفع لك ايجار الانفراستراكشر اللي انا آه انا عايز منك مثلا تديني 100 جيجا بايت كتخزين مساحه تخزين انا عايز انا عايز منك 2 تيرا بايت او اكتر او اكتر زي ما انت عايز فانت بتدفع ثمن الخدمه دي بتدفع ثمن ان انا بديك ديفايسز ان انا بديك سوفت وير بديك سيرفرات تشتغل عليها الحاجه المهمه او الاساس المهم اللي شغال عليه الكلاود كومبيوتينج وهي ايه باي اس يو يوز يعني ادفع على قد ما انت بتستخدم انا بستخدم 10 جيجا بايت فانا هدفع لك ثمن ال 10 جيجا بايت دول مش مش المقصود هنا مش ان انت تاخد ال جيجا دول تمام وابعتهم لك انا في هارد ديسك ولا حاجه لا انت تاجير تاجير انت بتاجر لي فاكرين المثال بتاع المطعم وانا عايز 2 3 مليون جنيه عشان اشتري الانفراستراكشر واجهز لها المكان بتاع المطعم و و و والكلام ده كله ده في واحد يجي يقول لي انا ممكن اعمل لك الموضوع ده كله ده مثلا واخليك تشتغل على السيستم بتاعك والمشروع بتاعك ينجح ب 300 جنيه في الشهر بس ايه ده ده انا كنت هصرف ملايين عشان أعمل السيستم بتاعي وأعمل الابلكيشن بتاعي واتابع بيه شغلي أنت أنت هتخليني ادفع بس ال... ال... الرقم الصغير جدا ده اه أنا هخليك تدفع الم... المبلغ الصغير جدا ده وهتعمل المشروع بتاعك ويشتغل أحسن من الأول 100 ألف مرة تمام أنت زي ما قلت انت مش هتشتري كل الاجهزه دي انت هتروح لحد عنده الاجهزه هتروح لحد عنده ايه عنده الاجهزه دي تمام وتاجر قدره حاسوبيه وتخزينيه منه على حسب اللي انت محتاجه بكل بساطه انت هتخش على الموقع بتاعهم تمام زي مثلا اه اه امازون تمام اه او سوق دوت كوم مثلا او امازون خلاص وتختار المنتج اللي انت عايزه تختار الاستورج اللي انت عايزها تختار السوفت اللي انت عايز تستخدمه تمام كده وضح الكلاود كومبيوتينج كان بيواجه ايه الناس كانت بتواجه ايه في ال, في, ال, في البدايه او في السنين اللي فاتت تمام والكلاود كومبيوتينج قدم لهم الحل المثالي للمشاكل دي تمام تعالوا طبعا ده تعريف للكلاود كومبيوتنج من وجهه نظر البروفايدرز يعني الناس اللي بتقدم الخدمات بتاعه الكلاود دوت او السحابه ومن وجهه نظر المستخدم تمام فمن وجهه نظر المقدمي الخدمه بيقول لي ايه هو ان انا بعمل كونستراكشن بانشئ large data center data center كبير جدا سيرفرات كبيره جدا ليها كومبيوتنج وليها storage وعندها network عندها كل حاجه بغرض ايه بغرض ان انا اأجر لك وان انت تستخدم الكلام ده بي از يو جو او بي از يو يوز تمام يبقى باللوجيك بتاعهم ده تمام اما من وجهه نظر المستخدم فده بداية بتبقى ان انت تستخدم الخدمات دي بتبقى بداية لستارت اب سوفت ويرز او لابليكيشنز ستارت اب انت بتبدأها انا ببدأ مشروعي فدي بداية جيدة ان انا استخدم الامكانيات والداتا سنترز اللي بيقدمها لي الكلاود cloud. تمام كلاود كومبيوتنج architecture أو الهيكلة الهندسية للحوسبة السحابية في الحوسبة السحابية دي الهيكلة بتاعتها أو architecture بتاعها بيتكون من جزئين مهمين وهما الفرونت إند تمام والباك إند وبيربط الجزئين دول مع بعض من خلال الاتصال بالإنترنت تمام اتبنى عندي تو كومبوننتس مهمين جدا الفرونت اند والباك اند يعني لو لو حد من حضراتكم مثلا عنده خلفيه عن عن الويب ديفلوبمنت الويب ديفلوبمنت احنا بنقسمه لجزئين فرونت اند وباك اند الفرونت اند في خليني اتطرق للجزئيه دي وارجع تاني للكلاود كومبيوتر عشان اجرب لك التمثيل شويه في الويب ديفلوبمنت الفرونت اند هو شكل صفحه الانترنت شكل الصفحه يعني في في هنا مثلا قائمه صفحه الصفحه الرئيسيه اتصل بنا خدماتنا مش عارف ايه وفي مثلا على مثلا اهو دي الهيدر في هنا uh, قائمه كده على اليمين تمام في الفوتر من تحت الشكل ده هو مين؟ هو الفرونت اند في الويب ديفلوبمنت الباك اند هي البرمجه البرمجه نفسها البرمجه اللي في الخلفيه الفانكشناليتي اللي بيأديها الموقع تعال بقى طبق نفس الكلام ده على الكلاود كومبيوتنج فبيقول لي في الفرونت اند بيعتبر ايه بنعتبره ايه هي الانفراستراكشر اللي المستخدم بـ بـ بيستعين بيها علشان يستفيد من الخدمه زي مثلا الكمبيوتر اللي حضرتك هتستخدمه عشان تفتح الويب سايت بتاع مقدم الخدمه. اللي انت هتحجز من عنده ستورج يبقى انت لازم لك كمبيوتر او حتى على الموبايل ممكن على الموبايل ادخل على الويب سايت بتاع مقدمي الخدمه بتاعه الكلاود وابدا اطلب منهم الخدمات بتاعتي دي تمام طيب اما الباك اند الباك اند فده يعتبر الجزء المخفي زي ما إحنا بنقول عن المستخدم أنا كمستخدم هنا، هنا هو، أنا كمستخدم في المكان ده، خلاص؟ أنا مش شايف الجزء اللي تحت ده، جزء مخفي عني، تمام؟ بس أنا بقدر أستفيد منه، أستفيد منه إزاي؟ إن أنا بقى بقى زي ما إحنا قلنا كده بحجز المساحات دي، بطلب الابلكيشن اللي أنا عايزه، تمام؟ بقدر انفذ عليه شغلي و وده يعتبر او ممكن نعتبره مع بعض هي الانفراستراكشر بتاعه البروفايدرز او السيرفيس بروفايدر سيرفيس بروفايدر يعني مقدمي ايه مقدمي ال الخدمات تمام والانفراستراكشر بتاعتهم دي هتلاقيها بقى في الرسمه مكونه من ايه؟ مكونه من الاستورج، عدد السيرفرات المهوله جدا اللي بتبقى عند الكلاود بروفايدرز، الناس اللي بتقدم لي الحوسبه السحابيه. عندهم مجموعه السيرفيز والخدمات اللي بيقدموها على السيرفرات بتاعتهم، عندهم مجموعه الابلكيشنز اللي حضرتك ممكن تعمل لها اوبن على الويب براوزر بتاعك وتبدا تستخدمها، وطبعا في حاجتين لابد منهم واي ويب آه، اي cloud provider ما يقدرش ابدا يستغنى عنهم هي عمليه المانجمنت والسكيورتي انت لاحظ ان المكان ده الاستورج دي انت مش انت بس اللي بتستخدمها دي الاف وملايين من الاشخاص بتخزن الداتا بتاعتها عند الكلاود provider فانا لازم ك ك كشخص بقدم لك او كلاود بروفايدر انا لازم يكون عندي سكيورتي عالي جدا عشان اضمن الناس دي ما تسيبنيش وتروح عند حد تاني تمام وعمليه المانجمنت على كل الستورج والسيرفيسز والابلكيشنز اللي حضرتك ممكن تستخدمها تعالوا نزيد ده طبعا ده تكست يعني انا تقريبا قلته هنا زي ما قلنا هي الاركتكتشر هي كل التكنولوجيز كومبوننت انا بحب دايما اشرح على الرسمه وباجل التكست ده للاخر تمام فهي مجموعه كل الكومبوننتس اللي مع بعض كده اللي بتبني لي الكلاود يعني كل الرسمه دي كلها كده على بعضيها هو ده الكلاود كومبيوتنج هو ده الكلاود كومبيوتنج تمام ده بقى في بيقدم لي كل حاجه زي الريسورس بولد وعمليه الفيزواليزيشن تكنولوجي عمليه الـ الـ التمثيل البياني يعني وعمليه الاكسس للنتورك وزي ما قلنا ده بيتكون من الفرونت اند والباك اند والوسيط اللي ما بينهم اللي هو النتورك تعالوا ندخل أكتر ونتعمق أكتر في فكرة آه الـ, الـ cloud computing ونشوف إيه هي الـ deployment models أو نماذج النشر بتاعة الحوسبة السحابية. في الحوسبة السحابية عندنا ثلاث أنواع من الـ cloud. عندنا إيه؟ ثلاث أنواع من السحب تمام؟ في الببليك والبرايفت خلاص والهايبريد الببليك العام والبرايفت الخاص والهايبريد اللي هو ايه بنسميه بالعربي الهجين الخليط كده من كذا حاجه وعشان اجرب لك معنى كل واحد ايه يعني ايه بابليك كلاود يعني ايه برايفت كلاود يعني ايه هايبريد تخيل كده انت رايح الشغل بتاعك تمام انت رايح الشغل بتاعك فانت قدامك حل من ثلاثه قدامك حل من ثلاثه انك تاخد المواصلات العامه تمام آه بنسميه يعني آه في مصر اللي هو الباص يعني تمام والباص ده في في الحاله دي بيمثل لك السحابه العامه تمام وهنا بتكون البنيه التحتيه تمام الانفراستراكشر اللي هو الباص يعني في الحاله دي متاح للكل عبر الانترنت تمام يبقى دي حاجه كل الناس بتستخدمها انا انا مش هركب الباص العام ده تمام لوحدي ده ده مش حاجه لوحدك ده هتلاقي كذا واحد وواحد ينزل واحد يطلع واحد ينزل فكده ده الباص ده بمعنى الببليك الكلاود او السحابه العامه مش خاصه لواحد بس لا ده عامه لكل الناس ممكن تعمل اكسس على الكلاود دوت من خلال اليوزر نيم والباسورد بتاعتهم تمام ومن اشهر الكلاود بروفايدرز للببليك كلاود هو الاي دبليو اس اللي هو الامازون ويب سيرفيس الامازون ويب سيرفيس والمايكرو المايكروسوفت اجور تمام والجوجل كلاود تمام دول يعني يعتبروا من اشهر الثلاثه كلاود بروفايدرز اللي بيقدموا لي حاجه زي كده طبعا ومش بيقدموا بابليك كلاود بس لا وممكن تلاقيهم في البرايفت والهايبريد طيب الحاله الثانيه ان انا عايز اروح شغلي هو ان انا اكب العربيه الخاصه بتاعتي تمام العربيه في الحاله دي بتمثل لك السحابه الخاصه فبتكون البنيه التحتيه متقدمه لك يعني انت بتستخدمها تحت الاداره التامه بتاعتك او ممكن تخلي مؤسسه تمام مؤسسه الكترونيه تعمل لك اداره على الكلاود زي مثلا ما واحد مثلا يكون عنده العربيه الخاصه بتاعته تمام بس عنده السواق اللي بيجي يسوق له العربيه دي اه ده ده مفهوم البرايفت كلاود تمام يبقى انا عندي مساحه انا عندي ابلكيشنز انا عندي الحاجات دي كلها موجوده على الكلاود الحاجات دي تحت سيطرتي انا اللي بعمل اداره عليها او لو انا أه مثلا زي ما احنا بنقول كده مش فاضي ان انا اعمل اداره للموضوع ده فانا بجيب منظمه ثانيه اللي احنا يعني بيسموها ايه؟ السير أه بارتي فيندور تمام؟ يعمل لك اداره على البرايفت كلاود بتاعك تمام؟ اما بقى النوع الاخير وهو ان انت تاخد تاكسي تاخد تاكسي تمام تاكسي دي بالمصري ماشي انا احنا بنتكلم باللغه المصريه فتاخد تاكسي فالتاكسي في في الحاله دي هي سحابه هجين يعني عندها خليط من الببليك والبرايفت يعني وقت ما انت راكب جوه التاكسي ده بيبقى برايفت ليك تحت سيطرتك انت اللي بتقول له وديني في المكان ده او جبني من المكان ده تمام بس بمجرد ما انت نزلت من التاكسي خلاص في واحد تاني بيجي يستخدمه فهو ايه حاجه كده هجين او بياخد زي ما احنا بنقول كده مميزات البرايفت مع المميزات بتاعه الببليك وبيديني مين وبيديني حاجه هايبريد خليط في النص ما بينهم تمام كده على ما اعتقد وضح آه ايه نماذج الكلاودز دي او السحب دي آه ايه النماذج بتاعتها او شكلها تمام في ثلاث انواع من الخدمات تمام اللي اللي بيقدموها على آه الحوسبه السحابيه النوع الاول وهو Software as a Service وبنرمز له بالرمز SAS S -A -A -S. في النوع الثاني من الخدمات وهو ال infrastructure as a Service وده بنرمز له بالرمز IAS تمام والPlatform as a Service وده بنرمز له بالرمز باس، PAAS يبقى دول التلاتة classification للمودلز تمام أو لنماذج تقديم الخدمات هتلاحظ مثلا موجود في السوق مثلا آه... cloud provider متخصص في الساس، هتلاقي cloud providers متخصص في الانفراستراكشر as a service هتلاقي ناس تانية تمام متخصصة في البلاتفورم as a service هنا هتلاحظ هنا حتى يعني الاسم ده تلاقيه منتشر اللي هو علامة الاستريك اي اس معناه ان انا ممكن اضيف حرف الاس او حرف الاي او حرف اي البي تعالى نشوف ايه معنى كل واحد فيهم او كل واحد فيهم ده معناه ايه او ايه الخدمات اللي هو بيقدمها لي ايه عيوبه انا مسؤول عن ايه في كل واحد من دول انا كيوزر انا مسؤول عن ايه جوه الساس انا مسؤول عن ايه جوه الاي اي اي اس والشركه اللي بتقدم لي الخدمه دي اللي بتجدم as a هي بتقدم لي السوفت وير از سيرفيس هي مسؤوله عن ايه يعني دورها ايه معايا تمام يعني أكيد ليها دور هي بتعمل حاجة وأنا بعمل حاجة تاني كيوزر. تعالى نتكلم على ال... نمسكهم بالترتيب كده. أول واحد infrastructure as a service اللي هو إحنا سميناه إيه IAAS. ببساطة خالص ده بيقدم للمستخدمين الوصول أو إمكانية الوصول للبنية التحتية. اللي انت محتاجها لمنظمتك او مشروعك يعني هنا بيقدم لك سيرفر بكل الامكانيات اللي انت محتاجها محتاج سي بي يو بمواصفات خاصه، محتاج رام بمواصفات خاصه، محتاج انترنت اكسس بسرعات مثلا خاصه، يبقى انا في البدايه خالص كان موضوع الانفراستراكشر دوت كان لازم حضرتك تبني مكان وتحط فيه السيرفرات بتاعتك زي مثلا سيرفرات الجامعه سيرفرات الجامعه بتبقى جوه حرم الجامعه جوه الجامعه تمام لكن بقى مع وجود الانفراستراكشر از سيرفيس لا انا كجامعه انا مش محتاج ان انا يبقى عندي مبنى تمام ومحطوط فيه السيرفرات دي لا انا السيرفرات دي انا بحجزها من عند شخص تمام اقول له انا عايز ثلاث سيرفرات كل سيرفر منهم عنده قدره حاسوبيه بمقدارها كذا عنده رامات مقدارها كذا عنده قوه تخزين كذا بطلب منه المواصفات اللي انا عايزها وبدفع له ثمن الانفراستراكشر دي سواء انا بدفع له بالشهر بقى او بالسنه او ايا ما كان تمام طيب مين اللي بيستخدم الانفراستراكشر از سيرفيس من اكتر الناس اللي بتستخدمه وهي السيرفر ادمنز الادمنز بتاعت السيرفرز اللي عندهم خبره باداره السيرفرات أو حتى ممكن نقول الشركات الكبيرة اللي عندها ابليكيشنز ضخمة والابليكيشنز دي عشان تشتغل عايزة انفراستراكشر بمواصفات خاصة. وممكن كمان ندخل من ضمن الناس اللي بتستخدم الانفراستراكشر از سيرفيس المبرمجين. المبرمجين أنا كمبرمج أنا زي ما قلت أنا مستحيل اشتري عندي سيرفر uh, او اجيب سيرفر عند البيت ده يعني uh, سعر الحاجات دي بتكون سعر الشراء بتاعها بيكون اسعار مهوله جدا لكن انا كمبرمج عايز احط شغلي عايز احط الابلكيشنز بتاعتي عايز اعمل هوستنج للابلكيشنز بتاعتي او للويب سايتس اللي انا بعملها عليها تمام فانا بحتاج ان انا ايه ااجر الانفراستراكشر دي تمام من مميزات ال infrastructure as a service انه سعره رخيص جدا تمام؟ مقارنة بإيه؟ مقارنة بإيه؟ لو أنت اشتريت السيرفرات دي تمام؟ أسعار يعني بسيطة جدا أه بالدولار وكده بس مهما كان مش هيجي تمن مين؟ تمن السيرفرات اللي أنت كان المفروض تشتريها كمان من مميزات الانفراستراكشر از سيرفيس ان انت عندك تحكم كامل بالسيرفر. يعني آه سرعته يعني انت اللي بتحدد السرعه بتاعت السيرفرات بتاعتك تمام؟ لكن بقى عندها عيب خطير جدا وهي عمليه السكيورتي. انك لازم تخلي بالك من موضوع السكيورتي ده كويس قوي. وان الشركات اللي بتقدم الاي اي اي اس تمام آه, يكون شركه كويسه تمام تكون شركه ايه كويسه او بتستخدم تولز آه, لعمليه السكيورتي كويسه جدا تمام دي 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 من اهم المشاكل اللي موجوده على الانفراستراكشر از ا يمكن من احسن الشركات اللي بتقدم infrastructure as a service آآ آآ موقع اسمه ايه او آآ اسمه على ما افتكر اسمه اب كلاود اب كلاود ده من احسن الناس اللي بتقدم infrastructure عندهم high performance servers سيرفرات عاليه جدا وسرعه كويسه جدا اسعارهم لا تقارن باي حد تمام عمليه ان انت تعمل سيرفر تمام وتعمل انستول وسيت اب لسيرفر ما عندهم إيه اللي هو ايه زي ما حضرتك كده بتنزل ابلكيشن على الموبايل وتعمل له انستول يعني في مجرد دقيقه او دقيقتين تمام انت بتعمل سيت اب وبتقوم السيرفر بتاعك والسيرفر بتاعك يشتغل ده لو انت هتعمل الموضوع ده في الاون انفراستراكشر ده انت ممكن تاخد اسابيع عشان تقوم السيرفرات بتاعه المنظمه بتاعتك دي تمام ده النوع الاول من نماذج تقديم الخدمات النوع الثاني وهو ابلكيشن لا اللي هو سوفت وير از ا سيرفيس اللي هو الساس اس اي اس ده آه بيقدم لك برنامج كامل بكل الخدمات اللي فيه تمام سوفت وير كامل بكل الخدمات اللي فيه بيقدمه لك لاين تمام خلاص احنا اصلا عمليه السوفت وير از سيرفيس موجوده في حياتنا في كل حاجه احنا بنعملها على سبيل المثال الجيميل الجيميل ده واحد من ضمن الساس ابلكيشنز تمام او بيندرج تحت الساس كلاسيفيكيشن تمام خد عندك كمان الاوفيس 365 الاوفيس 365 ده هو بيقدم لك كل مجموعه الاوفيس بل والعكس في برامج ثانيه كتير جوه الاوفيس 365 انت ممكن تستخدمها اونلاين تمام؟ يبقى أنت معاك أبلكيشن كامل متكامل أنت مش محتاج تعمل له أصلاً انستول عندك على الجهاز. يعني من غير الساس، تمام؟ أنت لازم اه أولاً تشتري السوفت وير ده، تشتري ابلكيشن ده. طيب بعد ما تشتريه تعمل انستول عندك على الجهاز. تعمل له انستول عندك على الجهاز وبعد كده تبدا تشتغل طيب لو جهازك باظ مثلا او جهازك حصل له اي مشكله او نسخه الويندوز بتاعتك عايز تغيرها او عايز تحدثها كل ده راح تمام طيب. هتضطر تعمل ايه؟ تنزل الابلكيشن من تاني وتعمل له انستول و والكلام ده، الكلام ده مع وجود الساس. اه ده انا بفتح الابلكيشن اونلاين تمام آه من مميزات طبعا مين اللي بيستخدم الساس ابلكيشن انا وانت وكل الناس ممكن يستخدموا آه الساس ابلكيشن طبعا بالاشتراكات سواء شهريه او سنويه من مميزات الساس هي التوفير بيوفر عليك بيوفر عليك بدل ما انت تشتري الابلكيشن ولو الابلكيشن ده مثلا آه انت اشتريته ونزلته على الجهاز والجهاز اتصاب بفيروس مثلا ولا حاجه الاي اكس اي او الملف التنفيذي بتاعه باظ انت هتضطر تشتريه مره كمان تمام لا فانا بقى في آه الساس لا انا بوفر لك كل ده كمان بقدم لك خدمه نو no سيت انت مش هتسطب حاجه انت جاست اوبن الكلام ده يعني الاوفيس تقريبا الاوفيس 365 مش عارف حد من حضراتكم يعني اكيد يعني بتستخدموا الاوفيس 365 ده في مجموعه ابلكيشنز ضخمه جدا تمام ممكن تستخدمها خلاص انا مش بعمل دعايه يعني مايكروسوفت بس مايكروسوفت الابلكيشنز بتاعتها يعني حاجه قويه جدا حاجه كويسه جدا تمام برضك من المميزات اللي تخليك تستخدم الـ الاصدار الاونلاين بتاع الابلكيشن هو ان انت مثلا بتستخدم نظام تشغيل اوبريتنج سيستم تمام مش بيدعم الأبليكيشن ده. يعني على سبيل المثال انا على سبيل المثال بستخدم لينكس خلاص؟ اللينكس مش بيدعم اي منتج من منتجات مايكروسوفت تمام؟ واحنا عارفين ان مثلا المايكروسوفت وورد من احسن الابلكيشنز اللي انت بتكتب عليها، بتستخدمها للكتابه. طب انا اعمل ايه كمستخدم لينكس انا عايز ده انا عايز الوورد بتاع الاوفيس بتاع مايكروسوفت اعمل ايه اه ففي الحاله دي انا بروح بقى للساس ابلكيشن اسف بروح للساس ابلكيشن بقول لهم بقى ادوني الوورد لمايكروسوفت وورد عشان استفيد منه عندي على الجهاز بتاعي تمام من عيوب الاساس ابليكيشنز الانترنت اكسس انت هتستخدم الاصدار الاونلاين فانت لازم يكون عندك انترنت اكسس واحنا الحمد لله يعني عندنا الانترنت يعني ايه لا يقارن باي حد تاني يعني على سبيل الضحك يعني تمام فانت حضرتك لازم يبقى عندك انترنت على طول طول ما انت عايز الابليكيشن ده لازم يكون عندك انترنت تمام؟ عشان تقدر تستخدمه. لازم كمان تختار الشركة اللي هتقدم لك الابلكيشن ده، في شركات كتير بتقدم ابلكيشن uh, او نفس الابلكيشن عند شركات كتير، فانت لازم تختار ايه الشركة الكويسة اللي انت تختار منها ايه السيستم ده، زي مثلا لو انت عايز سيستم سي ار ام، سي ار ام سيستم اللي هو الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت. اللي هو سيستم بيعمل مانجمنت للعلاقات مع الكاستمر او الكاستمر سبورت يعني والكلام ده فمن اقوى الشركات اللي عندهم سي ار ام سيستمز هو السيلز فورس السيلز السيلز فورس طبعا هيجي معانا الاسم ده السيلز فورس من اشهر الشركات اللي بتقدم لي ابلكيشن سي ار ام أتمنى الكلام يكون واضح ويعني سهل وبسيط بإذن الله النوع الثالث والأخير لأنواع تقديم الخدمات عند الكلاود وهو الباس أو الـ Platform as a service ده هنا بقى أنا بقدم لك منصة سحابية أو بيئة تشغيل متكاملة بيئه تشغيل متكامل تمام فيها الاستورج فيها الاوبريتنج سيستم فيها الداتا فيها كل حاجه انت عايزها تمام انت بتستخدم البلاتفورم دوة انت بتستخدم كل الحاجات دي عشان تعمل ديفلوب عشان تعمل ايه ديفلوب للابلكيشنز بتاعتك تمام يعني على سبيل المثال آه في موقع اسمه ويكس ويكس دوت كوم على آه على ما افتكر اه اهو حتى هو جايبه لي في في البدايه مش عارف يظهر عندكم ان شاء الله ال ويكس دوت كوم ده بيقدم لك انت انت آه آه طبعا انا آه انا مش برشح الناس تستخدم الويكس دوت كوم يعني لاسباب آه كتير يعني. تمام ما علينا من الاسباب دي بس هو شغال بالنظام بتاع البلاتفورم از سيرفيس هو بيقدم لك بيئه متكامله عشان تبني او تعمل كرييت للويب سايت بتاعك تمام انك تنشئ ويب سايت ايه ده هو انا هتعلم برمجه عشان اعمل كرييت للويب سايت لا هنا بقى انت مش في حاجه ان انت تتعلم لغه برمجه او حاجه هو بيقدم لك تول بسيطه جدا تمام تبني بيها الويب سايت بتاعك من غير ما تخش في تفاصيل برمجه ولا اي حاجه يبقى البلاتفورم از سيرفيس دي منصه او بيئه تشغيل متكامل طبعا من من اشهر الشركات جوجل كلاود او مايكروسوفت اجور بيقدم لنا البلاتفورم از سيرفيس آه آه يمكن ممكن نقول المستفيدين من البلاتفورم از سيرفيس يعني بما ان ان انا مبرمج فانا بقول ايه المبرمجين آه ممكن آه هم ممكن يستفيدوا بحاجه زي كده بلاتفورم از سيرفيس خصوصا آه المبرمجين اللي ما عندهمش خبره آه كبيره في عمليه البرمجه تمام هو عايز يعمل أبليكيشن ويقدمه للعملاء بتاعته فبيستخدم ايه البلاتفورم از سيرفيس او اي منظمه عايزه تعمل ديفلوب للسوفت وير بتاعها تمام ف بياخد البلاتفورم ده بالاوبريتنج سيستم اكنك فاتح اوبريتنج سيستم قدامك يعني أنت شغال على المشين بتاعتك على الكمبيوتر بتاعك فاتح الويندوز بتاعك بس أنت من خلال الويب سايت من خلال الويب بيج أنت فاتح أوبيريتنج سيستم تاني بس الأبر سيستم التاني ده مش شغال عندك على المشين ده شغال عند مقدمي الخدمات تمام فأنت بتستخدم كل الـ الـ يعني على حسب ما أنت عايز زي ما قلنا على حسب القدرة الحاسوبيه اللي انت عايزها تمام فانت بتستخدم الحاجات دي عشان تديفلوب الابلكيشنز بتاعتك في ابلكيشنز مثلا زي uh, الابلكيشن بتاعت الموبايل تمام الابلكيشنز دي عشان نعمل لها ديفلوب ونعمل ابلكيشن للموبايل لازم الجهاز بتاعك يكون مثلا عليه اوبريتنج سيستم مثلا ويندوز uh, uh, 11 والويندوز 11 لازم السي بي يو بتاعك يكون مثلا ليه سرعه معينه، الرام رام معينه، الحاجات دي كلها مش موجوده عندك على الجهاز بتاعك، بس انت الاوبريتنج سيستم اللي انت فاتحه قدامك على الويب براوزر شغال على كمبيوتر هناك على داتا سنتر فيها الامكانيات دي. فعملية الديفلوبمنت بتاعة الابليكيشنز بتبقى سهلة وبسيطة وما عندناش مشكلة فيها تمام ده طبعا آه كمقارنة بسيطة على انت عليك ايه وانا كمقدم خدمة علي ايه آه مقارنة طبعا لو انت هتجيب الحاجات دي كلها عندك يعني لو السيرفرات والداتا والستوريج والكل الحاجات ده هتجد... هتحطها عندك في هتشتريها بمعنى صح هتشتريها فانت بتبقى مسؤول عن كل حاجه اليوزر بيبقى مسؤول عن كل كل الحاجات دي انت اللي بتعمل مانجمنت انت اللي بتزود الاستورج بتاعتك انت اللي بتعمل صيانه انت وانت وانت انت اللي بت... بتتحكم في كل حاجه اما مثلا الانفراستراكشر از سيرفيس تمام المقدم الخدمه تمام زي الجوجل كلاود مثلا هو مسؤول عن الجزء ده مسؤول ان هو يديك الاستورج خلاص مسؤول عن السيرفرات دي ويعمل لها صيانه والفيجواليزيشن بتاعها والفيرتشواليزيشن بتاعها والكلام ده كله ده والنتورك اللي ما بين السيرفرات دي هو مسؤول عن الحته دي تمام لكن انت كيوزر انت كمستخدم بقى لا انت كمستخدم انت مسؤول عن الابلكيشن اللي انت هتشغله على الانفراستراكشر مسؤول عن الداتا اللي انت هتخزنها جوه الانفراستراكشر عن الران تايم والميدل وير والاوبريتنج سيستم بتاعك انت تمام فكل واحد مننا كيوزر وك سيرفيس provider كل واحد مسؤول عن الجزء ده اما في البلاتفورم a سيرفيس تمام فانا كمقدم خدمه انا مسؤول عن كل دول تمام بلاتفورم بقى كامل اوبريتنج سيستم كامل او اس كامل اوبريتنج سيستم الاوبريتنج سيستم دوت شغال بالفيرتشواليزيشن تمام شغال على سيرفر معين شغال بستورج آه ليه نتورك خاصه بيه تمام والران تايم انا بعمل لها تحكم والميدل وير اما أنت, انت كيوزر بره، انت ما عليك ان انت تعمل ديفلوب للابلكيشن بتاعك تعمل ديفلوب للابلكيشن بتاعك بيزد على البلاتفورم اللي انا مديهولك ده كله ده زي ما قلت لك انا عايز اعمل برنامج للموبايل خلاص تمام فده الابلكيشن اللي انا بتحكم فيه اللي هو برنامج الموبايل والاكواد بتاعته طب بس الاكواد دي شغاله فين شغاله على الاو اس اللي عند السيرفيس بروفايدر اما بقى السوفت وير از سيرفيس زي الاوفيس زي ما قلنا الاوفيس 365 لا في الحاله دي السيرفيس بروفايدر هو اللي متحكم في كل حاجه هو اللي مسؤول عن الابلكيشن اللي هو الاوفيس 365 تمام الداتا بتاعته الران تايم الاو اس اللي شغال عليه الاوفيس 365 الستورج اللي بيستخدمها كل حاجه الساس سيرفيس بروفايدر هو اللي مسؤول عنها تمام لكن آه طبعا انت ممكن آه انا بستخدم مثلا 365 اوفيس 365 بستخدم الوورد والباوربوينت والحاجات دي كلها بس الحاجات البي بي تي مثلا اللي انا بعمله او الوورد دوكيمنت اللي انا بكتبه بيتخزن عندهم بس انا عندي اكسس عليه انا باليوزر نيم والباسورد عشان امال انا دوري فين انا يوزر دوري فين في الكلام ده انت مستخدم للابلكيشنز دي تمام بس انت برضك عندك اليوزر نيم والباسورد بتاعتك اللي بيهم بتقدر تعمل داونلود للبي بي تي بتاعك او الباور بوينت بتاعك او الوورد او الحاجات دي تعمل لها داونلود تمام بس كابلكيشن نفسه ك كاوفيس 365 وورد واكسل والحاجات دي كلها مش متسطبه عندك متسطبه عند السيرفيس بروفايدر وانت فاتحها قدام عينيك وبتشتغل على الاصدار الاونلاين بتاعك. الاونلاين بتاعهم اسف، الاونلاين بتاع الابلكيشن ده. تمام؟ فده طبعا انا كان عندي عليا هدك جامد جدا في الاون بروميسز ان انا كل الحاجات دي انا يعني انا المسؤول عنها وانا اللي متحكم فيها لا دلوقتي بقت الدنيا ايه مترتبه انا مسؤول عن حاجه والسيرفيس Provider مسؤول عن حاجه ثانيه لو هنتكلم بقى عن فوائد وعيوب الكلاود كومبيوتينج فمثلا ده راي انجو Uh, الفيرنج ده يعني اللي هو ايه مسؤول uh, الاي تي او رئيس الاي تي في uh, الشركه للادويه وتصنيع الادويه والحاجات دي فبيقول ايه بقى عن الكلاود كومبيوتنج اما بداوا يستخدموا فكر الكلاود كومبيوتنج عندهم في المنظمه بتاعتهم بيقول ايه وي ار ايبل تو ريديوز قدرنا ان احنا نقلل الـ IT operational cost الكوست اللي احنا كنا بنتكلفه عشان العمليات بتاع الـ تكنولوجي technology by roughly 30% of what we are spending يعني احنا جللنا الكوست اللي احنا كنا بنصرفه على الـ IT والسيرفرات والحاجات دي 30% طبعا 30% دي ده ده رقم مهول جدا يعني دي نسبة كبيرة جدا. ديف وده بردك زي ما احنا بنقول كده مستشار في الي ليلي اللي بردك دي شركة أدوية ضخمة تمام وفارماسي ضخمة جدا بيقول ايه بقى؟ A new server can be up and running. يعني السيرفر الجديد اللي هم جايبينه من عند الامازون ويب سيرفيس تمام كان uh, up and running in 3 minutes يعني في 3 دقايق السيرفر ده بيكون شغال على عكس بقى هو بيقول ايه هنا على عكس احنا كنا بناخد 7 and half weeks to deploy a server internally يعني السيرفرات اللي عندنا انترنالي جوه الشركه بتاعتنا دي عشان نجومها ونشغلها ومش عارف ايه كنا بناخد سبع اسابيع سبع اسابيع ونص سبع انت انت متخيل العدد سبع اسابيع ونص عشان يشغل السيرفرات بتاعته ويظبطها ويعمل لها صيانه اما هنا لا ثلاث دجاج والدنيا تر... يعني تخيل بقى في في, في السبعه دول كان بيحصل له ايه؟ ده الفيسبوك مثلا اما السيرفرات بتاعته وجع دقيقه واحده بس خسر ملايين تمام؟ فتخيل انا قاعد سبع اسابيع ونص بظبط في السيرفر بتاعي مقارنه بمين؟ بالثلاث دجاج انت انت ده ما فيش وجه مقارنه ما بين العددين يعني ده اسابيع ودي ده جاي يعني وجه مقارنه صعب جدا 64 نود لينكس كلاستر كان بي اون لاين ان 5 minutes تمام يعني الكلاستر ال ال اللي هو ايه الكلاستر اعرفوا معايا السيرفر ال بمعنى كلمه سيرفر برده تمام 64 نود لينكس يعني السيرفر ده مكون من 64 أه مثلا ممكن نقول ايه أه سي بي يو خلاص 64 نوت تمام للسيرفر دوت ممكن يبقى اونلاين السيرفر ده هيكون اونلاين في خلال خمس دقائق مقارنه بايه 3 مانثز internally احنا عشان نعمل الموضوع ده internally جوه الشركه بتاعتنا على السيرفرات اللي موجوده عندنا تمام كنا بناخد ثلاث شهور تخيل المقارنة ما بين الأعداد 5 minutes ب 3 months يعني ده 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 الكلاود كده قدم لهم مزايا ضخمة جدا زودت البيزنس وحسنت البيزنس بتاعتهم كالست بقى ايه هي المزايا بتاعت استخدامنا للكلاود كومبيوتنج الفليكسبيليتي ده 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 اهم حاجه فلكسيبل معناها انا اشتريت 10 جيجا بايت انا اسف انا ما اشتريت انا اجرت 10 جيجا بايت تمام ممكن بعد شهر اخليهم 100 جيجا بايت ممكن آه الشهر اللي جاي انزلهم ل 8 جيجا بايت يبقى عندي فلكسيبلتي في عمليه الاسكيلينج تمام لو كوست السعر سعره رخيص جدا مقارنه بلو انت هتشتري الحاجه دي ايزي تو مانج الداتا بتاعتك الداتا بتاعتك اللي على الاستورج واللي على السيرفرات والكلام ده تمام ايزي تو مانج تمام ايزي تو ليرن اند اندرستاند تمام عمليه ان انت ت... ت... تستخدم فعلا الكلاود كومبيوتنج ده ده احنا زي ما قلنا في ابلكيشنز كده احنا بنستخدمها اصلا في حياتنا زي الاوفيس 365 الاوفيس ده من الكلاود كومبيوتنج سيرفيسز اللي انت بتستخدمها فدي سهلة ان انت تتعلم الكلاود كومبيوتنج وتستخدمه اوتوماتيك ابديت اه دي, دي 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 احنا كنا بنعاني من الموضوع الابديتس ده ان انت تعمل ابديت للسيرفرات بتاعتك او تعمل ابديت للويندوز اللي شغال على الـ او الاوبريتنج سيستم يعني اللي شغال على السيرفر ده وهكذا تعمل ابديتس عليه ده 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 كان مشكله الكستمايزيشن زي ما قلنا ان انت بتتحكم في السوفت وير بتاعك بشكل احسن الكلاود كومبيوتنج فتح لنا مجال لعمليه البرمجه تمام؟ في زي ما قلت كده انت بتبرمج تمام؟ على اوبريتنج سيستم بعيد عنك تمام؟ فانت دلوقتي كمبرمج انت مش عايل هم امكانيات الجهاز بتاعك انت ممكن يبقى عندك جهاز كمبيوتر عادي بامكانيات ضعيفه جدا وتعمل عليه ابلكيشنز ضخمه جدا بسبب الكلاود كومبيوتنج. الداتا انتنسيف زمان احنا كنا بنتكلم في الداتا بتاعتنا مثلا كاي كوميرس ويب سايت اي كوميرس تجاره الكترونيه كنا بنتكلم في الداتا بتاعته او البيانات اللي بيخزنها مثلا بيانات العملاء والاوردرات بتاعتهم والمنتجات اللي بتتعرض و و والكلام ده كله ده كنا مثلا بنتكلم في تيرا بايتس دلوقتي لا الاي امازون e مثلا الاي كوميرس ويب سايت بتاعهم ممكن يخش في ال مش عايز ابالغ يعني في الـ في الداتا انا ما اعرفش فعلا عددها كام بس ممكن يخش في الاكسترا بايت مثلا او الـ او الزيتا بايت تمام يعني احجام كبيره جدا من البيانات فخساره ان انت ما على البيانات دي احنا اصلا في علم البرمجه اهم حاجه عندنا البيانات ده اهم حاجه عندنا انا ما بقدرش استغنى عن 1 بت حتى من البيانات اللي انا بخزنها من الابلكيشنز لان انا فيما بعد اقدر اعمل لها اناليسز و و عشان اقدر استفيد بيها تمام العيوب بتاعه ال الكلاود كومبيوتينج هي الانترنت كونكشن انت لو ما عندكش انترنت كونكشن كويس غالبا عمليه الخدمات بتاعت الكلاود كومبيوتنج هتحس بمعاناه فيها بسبب الانترنت كونكشن not stable عندك واللي بي ممكن يحصل لك داتا ترانسفير bottleneck يعني ممكن الانترنت يفصل مثلا منك وانت بتعمل ديفلوبمنت على الباس ال مثلا البي اي اس تمام فكده في مشكله هتحصل في الابلكيشن بتاعك كمان من ضمن المشاكل بتاعت الكلاود كومبيوتنج عمليه الديبندنسي على البروفايدر انت معتمد على امازون ويب سيرفيس معتمد عليهم تمام صعب عليك انك تاخد الاستورج بتاعتك اللي انت كنت ماجرها من عند امازون مثلا وتروح بيها عند جوجل. عمليه الميجريشن دي الانتقال والهجره من بروفايدر لبروفايدر ثاني دي بتبقى مشكله في الكلاود كومبيوتنج. لاحظ ان انت بتستخدم ريموت سيرفر. الريموت سيرفر ده ريسك. انا لو السيرفرات دي اللي عند البروفايدر حصل لها مشكله انت وجعت بردك في مشكله انت الداتا بتاعتك مش هتقدر تعمل لها اكسس تمام والعياذ بالله مثلا لو السيرفرات دي موجوده عند ربنا يحمينا كلنا يعني عند دوله معاديه ليك مثلا فجاه في عداوه ما بين الدولتين لو السيرفرات دي عند الدوله المعاديه ممكن يحصل مشاكل عند السيرفرات دي كمان موضوع السكيورتي على السيرفرات لازم تضمن اه ان الكلاود بروفايدر اللي انت هتستخدمه لازم يكون ضامن عمليه السكيورتي بتاعته كويس تمام يبقى دي المزايا والعيوب للكلاود كومبيوتنج طبعا من اشهر الكلاود بروفايدرز الامازون ويب سيرفيس مايكروسوفت أجور والكلاود آه جوجل كلاود وللابلكيشنز آه سيلز فورس والكلاود اير واب وورك تمام يبقى من اشهر الناس يعني اللي بيقدموا لنا آه كلاود سيرفيسز آه كده مفهوم الكلاود يعني تقريبا انتهى لو حد من حضراتكم عنده استفسار او حاجه معينه عايز يسال عليها ما عنديش مشكله ممكن نجاوب على الاسئله بتاع حضراتكم مش عارف أستاذ آه. خالد ممكن يفتح الشات ولا ولا إيه بالظبط طيب في أسئلة ما هي الفوائد الأمنية للحوسبة الحيوية فوائد أمنية أنت أنت أما أما بتستخدم مثلا على سبيل المثال أستاذ محمد بيسأل السؤال ده أنت أما بتستخدم مثلا الانفراستراكشر از سيرفيس وتخزن عليها البيانات بتاعتك أنت ضامن إن البيانات دي مش هيحصل لها ميسنج أو مش هتضيع تمام على عكس لو كانت على السيرفرات بتاعتك انت ما عندكش امكانيات ضخمه عشان تعمل سيكيورتي عالي تمام على السيرفرات دي السيرفرات بتاعه الحوسبه الحيويه بتبقى آه هي اسمها ايه اسمها كلاود كومبيوتينج تمام بس هي في الاصل تحت الارض يعني السيرفرات دي بتبقى تحت الارض يعني تخيل هي اسمها كلاود كومبيوتينج تمام سحابيه بس هي في الاصل السيرفرات دي غالبا بيعملوا لها مكان تحت الارض تمام يعني سبب من الاسباب مثلا عشان الرطوبه مثلا والكلام ده فبيحافظ شويه على الرطوبه تمام عنده قوه امنيه كبيره جدا مش امنيه امنيه هنا ممكن تحطها كافراد امن شركات تامين قويه جدا هي اللي واقفه بتعمل حراسه على السيرفرات دي آه كمان عندهم تولز تولز قويه جدا للموضوع ده الموضوع السكيورتي الويب ال 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 ايميل ايوه طبعا الجيميل ده نوع من انواع الكلاود كومبيوتنج ده ابلكيشن حضرتك بتستخدمه انا ما فيش حد مننا بيقدر ينزل الجيميل عنده على الجهاز ويعمل له سيت اب ما حصلتش حاجه زي كده تمام؟ المرونه وقابليه التوسع الاثنين زي بعض قابليه التوسع معناها ان انت بتزود الاستورج uh, بتاعتك بتزود السي بي يو البروسيسنج بتاعته بتزوده تمام فالاثنين نفس نفس المعنى والمرونه دي معناها ان انت ايه ممكن تزود او تقلل يعني المرونه دي معناها ان انت ممكن تزيد في السكيل بتاعتك او تقلل في السكيل بتاعك يعني ايه كيف يمكن للحوسبه السحابيه تقديم الخدمات المطلوبه حتى في الحالات القصوى، ايه الحالات القصوى دي؟ يعني كلمه مش واضحه شويه. حالات القصوى بالنسبه لمين؟ بالنسبه لي كيوزر ولا بالنسبه ليهم هم كسيرفيس بروفايدر؟ سيرفيس بروفايدر ما عندهمش يعني هو ممكن يقدم لك كل يعني انت انت الشركه بتاعتك هتستخدم جديه يعني عشان حالات قصوى انت هتستخدم كل السيرفرات بتاعت جوجل كلاود يعني مستحيل انت بتستخدم للمستخدم للمستخدم حالات قصوى للمستخدم والله ده على حسبك انت انت عندك امكانيات ان انت تشتري حاجات كتير اشتري ما فيش فيها مشكلة. سرعة الإنترنت وخوادم التخزين السحابي هو كل ما زادت سرعة الإنترنت تمام كل ما كانت خوادم التخزين السحابية أحسن وكل ما كان ليك كمستخدم ان انت تعمل اكسس على الخوادم دي وتستخدم الحاجات اللي فيها كل ما كان احسن طبعا خلاص آه والله مش عارف البي دي اف للمحاضره هل ينفع الناس تاخد ولا لا مش عارف يعني اللغات المستخدمة في مجال الخدمات السحابية آه، لغات كبرمجة كبرمجة عندك البايثون عندك الجافا عندك السي شارب يعني تقريبا كل اللغات عندها آه، تقدر تستخدم يعني الكلاود كومبيوتينج ديفلوبمنت وتبرمج يعني الابلكيشنز دي سلبيات الحوسبة الحيوية إحنا قلنا السلبيات بتاعتها شوي. حد عنده أسئلة تانية. تمام. شكرا لكم وشكرا لاستماعكم، أتمنى يعني الـ الـ يعني تكون المحاضرة كانت كويسة ومفيدة لحضراتكم، ربنا يجعله دايما في ميزان حسناتنا، شكرا ليكم، شكرا أستاذ خالد، ممكن